مرحبا شباب، يعطيكم العافية. معكم جاك سرياني من ميوزك جير. بالنسبة لكورب اي 1000 ام جي اديشن، الابديت صار جاهز. الابديت بيحتوي على مقدمات اغاني جديدة سبق وسمعتوها على شانل يوتيوب ميوزك جير لبنان، كلهم صاروا جاهزين. بالنسبة للايقاعات كمان، في ايقاعات لايف 16 ايقاع، في 32 ايقاع شعبي مودرن، وأكيد حسنا بكذا إيقاع كان فيهم قصص غلط زبطناهم. بالنسبة للأصوات، أصوات رائعة كتير حلوة، هلا رح تجربوها أنتو. كمانجا، أكورديون، بي تي سي، سولو، أصوات كتير حلوة، وبطل في هيدي الضجيج اللي عم بتصير. ممكن تطلع بكم صوت بس مش هالضجة القوية، ممكن بكم صوت لأنه بكون مستعملين بلاج إن. بلاج ان بيكون تقيل شوية، بالنهاية هو ارانجر وبذات الوقت عم نستعمله سولو منه سينتيسايزر. ان شاء الله بالمستقبل نعمل ارانجر مع سينتيسايزر. بالنسبة للشعبي، اخر صفحة الاتنيك، اصوات كتير حلوة اكتر من رائعة. بالنهاية ما حدا بنفش نقول نحن اصوات شعبي في 3، بس قربنا كتير لإلها وبنقرأ من صوت لصوت، ما في اي مشكلة. اوكي، وباليوزر حطينا كمان في اللوبات الموجودة بعدها، وتركين اصوات القديمة اللي كنا نحن حاطينها، لانه في ناس ما عندها مشكل اذا عمل شوي صغير هذا الصوت، في ناس بتحب الاصوات، تركناها مشان هيك نحن حطيناها على اليوزر. بالنسبة للابديت، رح بلش اول شيء بالماسترينج، بس لفسركم عنها شوي صغيرة. عنا الليمتر ماستر اي كيو، اكيد عنا سوفت، عنا هارد ماسترينج. سوفت ماسترينج اذا الصوت يعني منيح، الساوند سيستم كتير منيح، واذا بدنا ضغط اكتر بنحط هارد. الهارد يعني هو زدنا جين ادجاست، زدنا تقريبا 4 dB. بالسوفت بزيد بلس 2. اوكي، بالماستر اي كيو اشتغلنا على 3 قصص. البي اي 1000 سبيكر، مع انه البي اي 1000 بيحتوي على سبيكرات، نحنا فيكن اكيد تعلو على الاخر بالماكس فوليوم بالبي اي 1000، بس لازم الاكيو يكون مسفر تقريبا. هون فاتحين شوي هاي، ضاغطين نوتف صغيره لانه بالنهايه سبيكرات كيبورد. اما اذا كنا على المسرح فينا نفتح يا سوبر بيز يا المفضل اللي هو باي ديفولت نحن حطيناها ستيج. رح تسمعوا رخامه كتير حلوه، رح تسمعوا بيز دفاوي من تحت، ومثل ما بتعرفوا نحن ايقاعاتنا بسويت ايقاعات الشركه، يعني رح يطلع شيء كتير حلو بالنسبة للماسترينج. أما بالنسبة للإنترويات، الإنترويات أكيد موجودين على اليوزر. سوري عم فسلكم برا، مش من الكويك سيلكت، أكيد هي الزيتا كويك سيلكت، أما من برا اليوزر وان. نحن كنا آخر أبديت وصلنا نزلنا آدم، وهول الإنترويات اللي قبلهم. البيج 6 كمان صارت مليانة كلها، الحب الحب، أنا والأحد كنا مننجر كل القصايد. منلاحظ بدي اوقف هون على شغله، هلا رح اعملها فسر لكم شو هي النجمه وقت نشوف ايقاع. اما انترو، سوري، انترو عليها نجمه شو يعني؟ الانترو عليها نجمه يعني فيها 2 انترو، يعني الانترو 2 فيها 2 CV. شو هي السي في؟ السي في اذا حطينا ماجور بيطلع لنا شيء، واذا حطينا مينور بيطلع لنا شيء. نحن عاملينها انه تكون اذا حاطين مينور بيطلع لنا السولو، اول سولو بالغنيه، لانه كل قصايد فيها 2 سولو. سو اول سولو بيطلع مزبوط على المينور، نفترض نحن عم ندق لا مينور. اذا بنحط لا مينور سسبوندو بيطلع لنا الانترو الثاني. هلا رح فرجيكم اياها بفيديو تفسركم اكثر، فرجيكم على الكلافيه كيف بيرجع لنا روح اوقات رف الحشيش. اوكي، هولي بالنسبه للانترويات الجداد المودرن. اخر شيء نرجع ننتقل على يوزر 6، عنا بيج 5 6 16 انترو للفنان جورج وصوف. اوكي، مثل ما شايفينهم اجدد اغاني تبع جورج وصوف، اكيد عم نحكي مع الفاريشن 5 6 اللي فرجتكم اياها سابقا وبلشنا فيها. في ناس ضدها، في ناس معها، بس هي فعليا حلوه كتير الشغله، بتريح لو انت ضايع على المسرح، بس هي فعليا بتساعدك، فيك تستعملها وانت تكون عم ترفقه للمطرب، وبتخفف عنك تعب بالتوزيع. هيدا كان رأيي الشخصي انا.
اوكي هون وصوف، نرجع نجي على يوزر 9 اخر صفحة، في عنا 3 انترويات عراقي. اوكي 3 انترويات، وان شاء الله بالمستقبل هول كلهم من مليون انترويات عراقية شباب عم نتابع معهم شو لازم يكونوا عم نعملهم. نرجع نروح على اليوزر 10، عنا ايقاعات لايف اللي شباب حكيوا عنهم بالبي اي 4 اكس ام جي 2 1000، 16 ايقاع هول اللي كانوا قبل. يوزر 11 كمان موجودين هول الايقاعات، كل شيء ابديت البي اي 1000 موجود على البي اي 4 اكس ام جي 2 بي اي 1000 ام جي 2. بيرجع عنا ايقاعات طبولة للشعبة، وبيرجع عنا كمان ايقاعات شعبة، بيرجع عنا ايقاعات موديل حلوين كتير. بيرجع نروح على اليوزر 12، هول المصري موجودين كانوا قبل للبيج 5. بيج 5 عنا اغاني اللي راغب عليهم 4 اغاني، مغرم يا ليل، مش بالكلام، يا ريت في يخبيها، قلبي عشقها. ملاحظ انه هون في نجمة، نجمة يعني يا سولو يا في رفران اما كوبليه زيادة، مثل قلبي عشقها فيها مقطعين. سو المقطعين كل واحد ديفرنت، كل واحد مختلف عن التاني، سو مجبورين نستعمل مينور وسسبوندو. اوكي هلا رح افسر لكم اياها، اصور لكم بعد فيديو شوي تفسر لكم اكثر عن الطريقه. بيج 6 في عنا صاير كذاب، جيت بوقتها كمان فيها 2 سولو، كمان في يعني فيها ألف ليلة وليلة على رمش عيونه. هو كل الانترويات اللي انعملوا تقريبا شباب، نحنا تقريبا بين الانترويات وايقاعات، انترويات تقريبا بال109 ايقاعات هول زيادة بالابديت. اما بالنسبة للاصوات كل تقريبا طيروا 3 ارباعهم، اما اذا بدنا نصهم غيرنا وزبطنا وصار فيهم افيه، اشتغلنا كتير عليهم مع الموضوع. لكمان رح نعمل ديمو، بس مش بهذا الفيديو طبعا نطول كتير. رح نعمل ديمو ونسمعكم شوي اصوات كيف صاروا، حتى اصوات الشعبة اللي حطيناها هون سبق. حطينا فيديو صغير على الجروب على التليجرام، و هولي بالنسبة للابديت ما بعرف اذا نسي شيء. شغلة تانية بالنسبة للسوفت وير، هلا هيدا ابديت، هيدا ابديت بالنسبة للسوفت وير. سبق وحكي استاذ ادي بهالموضوع اللي هو انه رح يصير بي اي 1000 بين 800 اما 1 جيجا، بس ما تقرر هلا اما بعد شهر اما لاخر السنه، نحن بننطر الشركه. فبتمنى من الشباب اللي عم بيسالوا هالاسئله على طول، نحن رح نعملها. هي منا تربيح جميله، بس هو فعليا الالف نزل 300 ميجا، والالف انباع على اساس هو 300 ميجا، وفيه برنامج ضخم، فيه الام جي 2 بيشرق كل الاورجات، مش ناقصه شيء. الاورج بيعقد، وفي ناس ما بتطلع عنه، انا اكيد من هالموضوع لانه خفيف كتير براتيك الاورج. بس نحن بالاحرى اذا بدكم استاذ ادي هو اللي طلع فكره انه لا لازم نكبر الرام شوي للشباب، 300 يمكن بدهم 400 500. فبتفاجئ انه الشباب انه استاذ ادي عم يشتغل على هالموضوع وعم يظبط، وقت قلنا له انه ممكن يكون 800 صاروا بده يشرعونا 400 800، يعني 400. يعني حبيبي اذا انعملوا 400 كتير منيح، بس عم عمل 400 كومبريست كمان كتير منيح. ليه؟ لانه في شغله شباب انتم فاهمينها غلط، اللي هو وقت ينعمل كومبريست بليز ما حدا يقول انه بتروح لكواليتي، هيدي مش من عندي انا، مش انا اللي عامل الاورج، شركه كورج هي بتاكد هالشي انه وقت ينعمل كومبريست، كومبريست تبعوله مش مثل فايل زيب فايل على الكمبيوتر بتضغطوه ممكن يروح كواليتي اما لا. في طريقه هن بيشتغلوا عليها شركه كورج، وقت يعملوا كومبريست ل 300 او 400 ميجا بيعملوهم 800، هن عندهم طريقتهم، يمكن بياخدوا من الروم تبعولهم، يمكن عندهم سوفت وير بقلبهم ما حدا بيعرف. فبليز ما حدا يقول انه وقت ينعمل كومبريست هي راحت الكواليتي، لا هي مش مزبوطة ابدا. شو في كمان هول هن، لكن نظرات رح يصير على الويب سايت وعلى التليجرام. بتمنى تعملوا اشتراك على تشانل اليوتيوب والتليجرام وصفحتنا على الفيسبوك، ومرسي لكم مرة تانية، سوري على التأخير.